أهلا مسا للجميع، السلام عليكم. هذه هي النقطة الثلاثية اللي تجمع كل، إن جلست هني أنت في النمسا، إن جلست هناك أنت في سلوفاكيا، إن جلست هني أنت في المجر. هذه هي النقطة الثلاثية. اثنين ثلاثة تسمع عن صوت الهواء. تجلس وين تجلس أنت في بلد. والله الوصول لها صعب جدا، صعب جدا. هذه هي مرة ثانية، التقاطة ثانية، النقطة الثلاثية اللي تجمع طبعا من سلوفاكيا والمجر والنمسا.